احنا وعدنا الناس وكنا قلنا للناس في حلقة قبل كده اننا هنعمل لهم سلسلة من الحلقات نكلمهم عن خطورة الإدمان، مظبوط؟ تمام. مش عارفة نبدأ منين، نبدأ انه ايه هو الإدمان بس مثلا؟ يعني هقول لحضرتك حاجة، هي المشكلة ان الناس مش فاهمة يعني ايه إدمان. يعني بيبقى واحد بيتعاطى ويقول لك انا اقدر ابطل وقت ما احب، وبيحط نفسه في شريحة عدم المتعاطين لدرجة الإدمان. التعاطي عادة يعني واحد بياخد حاجة غير تقليدية، هنتكلم عن مخدرات غير تقليدية، وابتدى يتعود على انه ياخدها وما يقدرش يعيش من غير ما ياخدها، بحيث ان هو لو ما خدهاش هيحس ان الحياة مش طبيعية، هيحس ان في حاجة غلط، وبالتالي بيلجأ اليها مرة اخرى. ايه الحاجة اللي هيحسها غلط؟ بتعتمد على نوع المادة اللي هو بياخدها. يعني لو بياخد مادة مخدرة زي الهيروين، لو ما خدش الهيروين هيحس ان هو عنده آلام بنسميها آلام الأعراض الانسحابية، ان المخدر نسبته قلت في الدم فابتدى يجيله وجع في المفاصل والعضلات ويبقى عايز يرجع وحاجات كده. لو هو بياخد كوكايين او بياخد ايس او شابو وابتدى الجرعة تقل، هتبص تلاقيه نايم على نفسه ومش عارف يتحرك، فيبتدي يرجع تاني ياخد. فاذا على حسب المادة اللي بياخدها، لما تقل في جسمه يبتدي جسمه يشتكي بالطريقة اللي بين له انك محتاج ترجع تاخد هذه المادة تانية عشان يقدر الجسم يتحرك. بمعنى اخر، اصبحت هي البنزين اللي بيقدر يتحرك لما يملى التانك بتاعه، هي اللي بتحركه طبعا. فبتكون النتيجة ان هو اصبح معتمد على هذه المادة بغض النظر عن نوعيتها علشان يقدر يمشي او يتحرك. هنا اصبح هذا الشخص مدمنا لهذه المادة. بعض الناس بيبقى عندهم نوع من انواع الانكار، يقول لك لا 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 انا اقدر ابطل في اي وقت، انا بقالي يوم ما خدش. لا، الكلام ده مش صح. زاد ان دايما المتعاطي او اللي هو اعتاد على انا ما بحبش اصلي كلمه مدمن دي. هو المدمن غير المتعاطي في الاول؟ يعني احنا عايزين نفرق ما بين المدمن والمتعاطي. بصي، المتعاطي حضرتك ان واحد مثلا خد حبايه النهارده ترامادول او اي حاجه، واخر الاسبوع خد حبايه تاني، وبعد اسبوعين خد حبايه تالته، ده لسه ما وصلش الى مرحله ادمان. يعني التعاطي المستمر الغير قادر على التوقف، واذا حدث توقف يصاحبه اعراض تنطبق على كل نوع مختلف عن الاخر. ده اصبح هنا مدمن او متعاطي بطريقه ان هو ما يقدرش يستغنى عنها. طيب حياتك قلت هو غير قادر على التوقف، هو غير قادر على التوقف ليه؟ لانه الادمان بيبسطه، ولا لانه الادمان التوقف عنه بيألمه؟ على فكره انا ليا مقوله في الحته ديت، ان اللي بياخد مخدرات ويطلق عليه مدمن او اعتاد على التعاطي، الشخص ده الاول بيبقى فيه نشوه ومتعه لما بياخدها، بعد كده وبيبقى فيه مزاج، بعد كده بيفقد المزاج تماما، وبتصل انا ليه بقولها في الحته دي، انه بيتعاطى هذه الماده كنوع من انواع العلاج وليس المزاج. بمعنى ان فقد القدره على المتعه، ما بقاش في متعه خالص، بقى بياخدها عشان يتجنب الالم المصاحب لعدم تواجدها، فبقى هو بيبرر لنفسه انه بياخدها كايه؟ كعلاج، علشان ما يجيليش الالام اللي بحس بيها لو ما خدتهاش. على فكره في ناس ابتدت التعاطي يكون عنده ديسك في ظهره او شرخ في الشرج او اي الم مصاحب، واحد نصحه بحاجه معينه ياخدها عشان تسكن هذا الالم، وفعلا تسكن هذا الالم ومبسوط جدا. بعد فتره لما يجي يبطل او حب يبطل الماده ديت،
بيحس بآلام مبرحة. الألم بتاع الديسك اللي في ظهره أو الانزلاق الغضروفي اللي في ظهره لو كان بيمثل 50% هو هيحس بألم يوازي 150%، ثلاث مرات أقوى، 50 بتوع الديسك والمية التانيين بتوع سحب المادة اللي هو خدها وبطل ياخدها. فتبصي تلاقيه يرجع تاني ياخد لأنه حاسس بألام مبرحة ثلاث أضعاف الألم اللي هو كان أصلا عنده، فاضطر إن هو ياخد عشان يسكي الألم. فأصبح من وجهة نظره بياخد هذا العقار كعلاج وليس مزاج. هنا لازم يتدخل الطبيب عشان يساعده. يعني ده داخل طريق الإدمان مش عن طريق المتعة تماما، هو بياخد دواء عشان يسكن الألام، بالصدفة إن الدواء ده يدخله طريق الإدمان. بالظبط. على فكرة في مجموعة كبيرة بنشوفها بالطريقة دي. أنا أول مرة أسمع. لا في مجموعة كبيرة بناخدها، مكتوب له علاج معين وهو أساء استخدامه وعجبه فكمل وكمل، لما يجي بقى يرجع بظهره مش عارف لان الوجع بقى ثلاث اضعاف اللي هو كان عنده اصلا قبل ما ياخد، فيضطر ان هو يرجع ياخد نفس الماده تاني ويستمر عليها. ده مريض بالصدفه، يعني هو جت كده بس ما التزمش بالوصفه الطبيه كما يجب، وكانت النتيجه ان هو دخل في موضوع الادمان. في ناس بقى اتفضلي. لا انا عايزه اسال حياتك سؤال، هو الادمان منتشر؟ والسؤال يعني ممكن يبدو ان هو سؤال يعني غريب شويه او سؤال عادي، ولكن انا ليه بسال السؤال ده؟ لانه كتير من الناس اللي هيتابعوا الحلقه دي ممكن يكونوا مثلا زي حالاتي، وزي حالاتي ده في منهم كتير جدا. يعني انا مثلا حواليا ما بشوفش مدمنين، واكيد في زي كتير، فانا مش عارفه انتوا بتتكلموا على الادمان، هو الادمان ده منتشر؟ هي دي مشكله حقيقيه موجوده؟ هو في عدد كبير من الناس بيلجأوا للادمان، ولا انتوا بتتكلموا عن موضوع نسبه قليله قوي من الناس ممكن تلجأ له؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، لا مش قليل. النسبه الرسميه للتعاطي حوالي 20%. ده رقم كبير للتعاطي. الإدمان حوالي 3%. برضو رقم. خلي بالك ايه دي الرسمية. صحيح. مش معنى كده ان احنا بنشكك في الأرقام الرسمية، لكن هنقول ان الأرقام الرسمية بتيجي من الدوائر الحكومية. تعالي بقى المستشفيات الخاصة ما بيبلغش. بالظبط. في ناس ما بتعالجش ما نعرفش عنها حاجة. صحيح. في ناس بتاخد ومحدش يعرف، أهلهم نفسهم ما يعرفوش، دول مش محسوبين، فده رقم برضو تاني. فلكن الرقم الرسمي اللي هو الدوائر الحكومية والمؤسسات المتخصصة في ذلك كلها إحصائيات ولها سجلات في ذلك، ده بس 20% تعاطي وحوالي 3% إدمان. سعادتك ذكرتي حاجة مهمة جدا، إن السن قل ونسبة البنات زادت. دي حقيقة فعلا. السن قل ونسبة البنات زادت، وانا بقول ان لازم يبقى في نوع من انواع وعي ثقافي للمخدرات، لازم ندي وعي ثقافي ضد المخدرات، بحيث ايه؟ لازم الشباب يعرفوا ايه هي المخدرات، ما ينفعش اخبي عليهم، وايه هي مخاطر المخدرات، ولو خدت هيحصل ايه. وانا ناديت بقالي مثلا بتاع 3 سنين بقى نادي وزير التعليم التربيه والتعليم ان يحط فصل في الكتاب عن انواع المخدرات، يعني يتواصل مع المتخصصين ويكتب بطريقه بسيطه ايه انواع المخدرات، ايه مخاطرها، ولو خدت هيجرى ايه، وايه اللي هيحصل لك، لان الاولاد بيعرفوا البيانات دي بس من اماكن غلط. صحيح. او من مصادر غير موثوق فيها، هدفها تدمر الشباب بتوعنا. طيب انا طول الحلقه دي انا هتكلم بلسان المشاهد اللي قاعد بيتفرج علينا، ممكن حد دلوقتي وهو سامع حياتك بتقول الكلام ده يقول ايه؟ لا بقى، وهو انتوا كمان هتدرسوا لاولادنا المخدرات في المناهج وتقولوا لهم ايه انواع المخدرات؟
طب يعني ده انت كده بتفتح عينين الولد والبنت على المخدرات، خلي الموضوع كده متقفل عليه وانا عارف اربي ولادي كويس في البيت ومقفل عليهم وما بيختلطوش بالمجتمع الخارجي وانا كده تمام حاسس ان ولادي في امان. استاذه هند عايز اقول لك حاجه، ده مش رايي يا دكتور، ما انا عارف. لا ده كويس قوي، انت بتنقلي راي المشاهد او المستمع. الكلام ده كان صح زمان، صحيح كان ممكن نسمع الكلام ده زمان. دلوقتي الولد تحت صوابعه كل حاجة، زائد ان في شياطين حواليهم في المدرسة. زمان كان الأب عارف ابنه فين، مين أصحابه، حضرتك في بيتك عارفة مين اللي ساكن جنبك واللي ساكن تحت واللي ساكن فوق واللي في الشارع. دلوقتي حضرتك ما تعرفيش مين اللي ساكن جنبك، دلوقتي حضرتك ما تعرفش اصحاب ابنك مين، ما تعرفش ابنك او بنتك فين. الوضع اختلف، كان في تليفون واحد في البيت، دلوقتي كل واحد معاه تليفون، كل بني ادم معاه صحيح. تليفونه صحيح. فاذا التكنولوجيا دي لها ضريبه، تمن، ولها تمن احنا بندفعه لان احنا بنسيء استخدامها. فحته ان انا ما فتحش عينه ده كلام مش صح. ده انا بالعكس، ده انا عايز افتح عينه بس في الاتجاه الصح. صحيح. يعني هما ناس كتير قوي بتجيلي، انا ما كنتش اعرف الدكتور نبيل ان دي ادمان، ده صديقي كنا قاعدين مع بعض وقال لي دي هتخليك كده مفرفش، وانا كنت فعلا في اليوم ده مضايق وفعلا فرفشت وانبسطت وقعدت اضحك. هو ما يعرفش، ده محتاج يتعلم، محتاج نديله وعي. ففي ناس كتير جدا لا تعلم مخاطر الموضوع، وفي ناس يعني عارفة بس مش متأكدة بس بتستعبط وعايزة حد يزقها. فاحنا عايزينه بقى قبل ما حد يزقه ويقع نلحقه ونرجعه. فإذا الوعي مهم جدا، ووضع فصل في الكتاب عن المخاطر لا يعني انتشار المخدرات، لكن يعني انه بيفهم الاولاد. يعني مثلا انا اولادي وهم صغيرين كنت معرفهم كل حاجه عن المخدرات، وكنت باخدهم معايا المستشفى واخليهم يشوفوا المتعاطي شكله عامل ازاي والمدمن شكله عامل ازاي، ويسالوا يا دادي ايه دي، اقول له ده كذا وده كذا، فطلعوا فاهمين ايه الموضوع. ده طيب مهم جدا. يبقى احنا كده يا دكتور في بدايه الحلقه جاوبنا على سؤالين مهمين جدا وبيدوروا في اذهان متهيألي أغلبية الناس اللي بتتفرج علينا، إنه ليه بتتكلموا على الموضوع ده وليه بتفتحوه أكتر من مرة. إحنا بنتكلم عليه لأنه هو موجود، وموجود بنسبة لا يستهان بيها في المجتمع، وبنفتحه وبنتكلم فيه وعايزين الأولاد يتعلموا مننا إحنا، ما يتعلموش من الناس اللي بره اللي إحنا مش واثقين ولا ضامنين هو ممكن يودوهم فين أو يوصلوهم لفين، احنا مش عارفين هما بيقولوا لهم ايه. فبالتالي الولد يعرف المعلومه من مصدر انا مطمن له واثق فيه، او انا اسمع برنامج زي ده فاوصل له المعلومه بشكل صح، فبالتالي انا بحمي الولد بشكل كبير جدا. طيب هو حياتك بتقول، حياتك طبعا عندك اولاد لانه لسه دلوقتي قايل، انت كنت مهتم ان انت تعرفهم ايه هي المخدرات، انواعها، المدمن ده في الاخر بيوصل لايه، ايه الحديث اللي كان هم بقى يعني بيدور ما بينكم هم بيقولوه لك؟ يعني حياتك بتعرفهم او ده مصير المدمن، حياته مش احسن حاجة في الدنيا، فقد شغله مثلا، يعني هم بقى بيردوا يقولوا ايه؟ بص هقول لحضرتك حاجة، انا كنت دايما وهم لسه اطفال كنت بقول له خد بالك في كذا كذا كذا، في مخدرات في السوق، اي حد يديك دواء او قرص او حبايه ما تاخدهاش لان دي ممكن تكون نتيجتها مش كويسه، في اي دواء محتاجه هتيجي تقول لي او تبقى من حد من الدكاتره زمايلي او اي حاجه من الحاجات دي، لكن ما تبقاش حد يديك حاجه لان ممكن يبقى فيها وراها حاجه تانية. وبقيت اخدهم معايا في المستشفى ويبتدي يشوفوا الناس،
الثقافة دي في حد ذاتها مهمة. صحيح. ونجحت. تعالي بقى على العكس، أنا بيجي لي ناس كويسين قوي وتقول لي يا دكتور نبيل مش ابني اللي ياخد مخدرات، ده أنا فانيت عمري عشانه وأنا مربياه كويس قوي وهو بياخد، لكن عندها حالة إنكار، لأن مستحيل ابني ياخد، ده أنا فانيت حياتي عشانه. يا جماعة المخدرات لا بتعرف تربية ولا علم ولا درجات علمية ولا أخلاق ولا مهنة، يعني كل المهن في منها ناس بتوع، في دكاترة بتوع. طب ما الدكتور ده أكتر واحد على علم بمخاطر المواد، لكن في كل حاجة فيها. على فكرة دي ملحوظة غريبة جدا، إن كل الناس في كل الفئات الاجتماعية العلمية المادية كمان بتاخد مخدرات، ممكن يعني تاخد كلنا مخدرات. على قدره. ما انا لسه بقى عايزه اقول ايه، انه كمان المخدرات انواع، في منها الغالي جدا اللي هياخدها الشخص المرتاح ماديا، وفي مخدرات كمان دلوقتي رخيصه جدا. بصي التجار، مافيا التجارة المخدرات دول اذكياء جدا، اذكياء جدا. بيعمل ايه بقى؟ الغني اديله الحاجه اللي هو عايزها وبسعر غالي، الغير قادر ماديا اقلل الماده الفعاله واحط شويه حاجات عليها واديها له رخيصه. فاذا فتح، يعني انت عايز قميص غالي اهو، عايز قميص رخيص اهو، بس القميص موجود. الحاجه الثانيه اللي زادت في انتشاره مش رخص ثمنه كمان، لا سهوله تداوله. صحيح. زمان كان اما يجي يروح يشتري يروح للتاجر، واما يروح للتاجر ياخد منه ويرجع بالبضاعة، فهنا في مخاطر وهو رايح ليتقفش هناك، وفي مخاطر وهو بيشتري ممكن يتقفش، وممكن مخاطر وهو راجع بيها ممكن يتقفش. دلوقتي الكلام ده مش موجود. ليه؟ بقى التاجر هو اللي بيروح له، التاجر ما بيتحركش لكن بيبعت له بالوسيلة الموبايل، فأصبح ديليفري. ودي في منتهى الخطورة، بيجيله لغاية البيت، مخدر بيجيله لغاية عنده، فهو ما بياخدش من وجهة نظره أي ريسك، والتاجر بيسهل له حصول على المادة المخدرة. فالموضوع جد خطير. زائد المخدرات المستحدثة اللي ابتدت تنزل دي بيستغلوا فيها فضول الشباب، إن يا واد في حاجة جديدة نزلت، إيه في نزل إيه؟ لا ده في حاجة تخلينا بقى نهيص والهايبر ومش عارف إيه، ويديله الاسم اللي هو عايزه. وده من الحاجات الكبيره جدا زي الايس او الشابو، دي كل اتنين نفس المستحضر هو هو، وشد الولد بهذه الطريقه. ودول من الحاجات اللي انا عمري ما شفت حاجه بتعمل ادمان بالسرعه والقوه زي الايس والشابو. ادمان رهيب. وبعدين لقيت نسبه كبيره من البنات دخلت فيه. فالموضوع يا جماعه مش سهل، والموضوع يعني في منتهى الخطوره. وعايز اقول حاجه، ان الايس او الشابو ده، عايز اركز على الحته دي بعد اذن حضرتك، نسبه كبيره منه بيصنعوه للاسف هنا، وما يجي يصنعوه بياخدوا الماده الفعاله ويحطوا يعني حاجات بسيطه جدا منها ويضيف عليها بلاوي سودا ويديها المنظر الخارجي بتاع الايس ويباعها. إيه هو ايه المنظر الخارجي بتاع الايس؟ المنظر الخارجي بتاع الايس بتبقى عارفه الملح الحصى، ملح اللي هو التخين شويه، او ايوه اللي عايز اللبان الدكر، عامل زي ملح حصى اهو زيه، بس واخده اللون سماوي، كريستالات كده سماويه تحط في كيس بلاستيك ويباعها لهم. وده يعني بيستخدم ازاي؟ ما هو دوت اللي بيحصل، ان هو بياخده، هقولك الاول خطوره الماده الفعاله اللي فيه ديت، بياخد الكيس دوت وفيه طريقه لتعاطيه. تلاقي الام تيجي تقول ايه، لقيت ازازه، عارفه الشيشه، ازازه صغنونه كده، حاجه هي بس صغيره قد كده، وفيها فتحه وحاجه يسحب منها لانه بيحطها فيها ويسخنها ويسحب الدخان منها، فتبقى شيشه صغيره مخصوص للحاجات دي.
فقولك لقيت حاجة غريبة جدا في الأوضة عند بنتي أو ابني أهي، أول ما بشوفها بعرف على طول إن ده كان بياخد آيس أو الكوكايين برضه له نفس الطريقة، بيسخنها وبتطلع سخنها ويسحب البخار الدخان او بتاعها الدخان منها، وهو بيتعاطى. أو يلاقوا إزازة مية ومخرومة من فوق وفي شاليمو محطوط فيها من فوق ومن تحت فيها حاجة غامقة شوية. فدي كلها أدوات للتعاطي. الخطورة بقى دلوقتي إن المواد تتشرب يا المضافة دكتور ولا ايه؟ يعني إيه؟ الازازه دي المايه اللي لا فيها لا لا مش بتتشرب؟ مية، ده هو بيسخنها ويسحب الدخان منها من مش الخرم شاليمو. اللي فوق بالشاليمو. طب كويس. انا ليه بسأل الاسئله دي؟ عشان الامهات او اي اب او ام بيتابعنا دلوقتي واحنا بنقول له الطرق دي، يعني انا واحده من الناس وغيري كتير ما نعرفش يعني اللي حياتك بتشرحه دلوقتي، فلو حد شاف في اوضه ابنه او بنته حاجه زي كده يبتدي يفهم. اهو ده الوعي بقى اللي احنا بنقوله، اهو ده الوعي اللي احنا بنقوله، اللي احنا بنقوله ده وعي للامهات والاباء، واخد بالك؟ في وعي تاني للابناء. فالوعي ده في اللي انت بتعمليه دلوقتي ده وعي، انت بتنشري وعي، جزء قلناه للاولاد وجزء بنقوله للاهالي. فالاهالي هنضيف لهم كمان ان انت لما ابنك يخش وتلاقي فيه تغيرات في تصرفاته، الولد بقى بينام طول النهار يصحى الساعة 4 5 ويفضل صاحي طول الليل، يبقى في حاجة غلط. أما يكون الولد بطل ياكل، انعزل عن الأسرة، قاعد في الأوضة لوحده مش عايز يطلع يعمل أي مشاركة اجتماعية معاه مع إن دي ما كانتش عادته، ما بقاش بيهتم بنظافته خالص، لابس الجينز والتيشيرت هو ويقوم بيهم وينام بيهم ودي ما كانتش طبيعته، ما بقاش يحلق دانه، ما بقاش يحاول يتفاعل مع اي حدث موجود حواليه، عايز قاعد في اوضته وطفي النور وقافل على نفسه، بيخرج في اوقات غير عاديه وغير تقليديه، احيانا هادي جدا واحيانا يصور بطريقه غير مبرره، كثره الحوادث بتاعت العربيات، الكذب الاحترافي القادر على الإقناع للوصول إلى هدفه. الأهل دول أذكياء أوي على هما فكرة. ليه كل الناس بتعلق على القصة دي إنه الشخص المدمن بيبقى كذاب محترف؟ ده أنا سمعتها كتير جدا. لا ومش محترف، هو كذاب ومحترف ومقنع، يعني يقدر يقنعك وهتصدقيه. بس حضرتك بقى يا دكتور معلش سؤال، لما يجي قدامك مدمن ومع مامته وباباه مثلا او مع حد من اهله وبيقنع حضرتك انه لا هو مش مدمن، حياتك يعني بتكشفه؟ انا بعرفه من قفاه، بعرفه من قفاه، لما بشوفه بعرفه يعني. بخبره. هو ممكن الكذبه دي تدخل عليهم لكن حضرتك طب اقول لك بتعرفه حاجه، على طول. طبعا بعرفه على طول، ما دي شغلتي بعرفه على طول. خلي بالك انا ليا طريقه في التعامل معاهم، انا اولا بحبه وبعطف عليهم وبشفق عليهم لان دول مرضى وضحايا، فانا بتعامل معاهم بوزع اب اولا ودكتور ثانيا، وهم العيال بيحبوني ونقعد نتكلم فبيحكوا لي حاجات اهليهم ما عرفوهاش، وبيبقوا لازم، بصي التعامل مع المريض ده فن، ولازم العيان يحب يحب الدكتور الدكتور بتاعه. بتاعه، عارفه ساعتها هيسمع كلامي اكتر ما يسمع كلام اهله. انا عندي اهالي بيكلموني الواد عمل كذا وكذا وكذا، اقول لهم طب ابعته لي وامسكه يعني امسح بيه الارض وهو مبسوط ومتقبل منك ومتقبل جدا، وممكن ما ويقول لي يتقبلش من اهله. لا ما يتقبلش، يقول لي منك طب ماشي موافق، ونتفق على بروتوكول معين انا وهو، وبعد اسبوع نقعد نراجع مع بعض. العافيه غلط، صحيح، لازم تاخده بالراحه. اغلب الاولاد دول اذكياء جدا جدا جدا، محتاجين عطف، محتاجين حنيه، محتاجين يحسوا ان لهم قيمه وراي. يعني انا بقعد بتكلم معاه بخليه هو يعمل اللي انا عايزه بس برايه هو، فنقل هذه الطريقه معاه هي دي اللي بتجيب نتيجه. لكن لو انا كلمته مع جرافه ومش عرفان منه، لا لا لانه لا قرفان منه دي هتخليه، لا ما ينفعش، هتخليه يبعد اكتر طبعا يعني. ينفر. وخلي بالك دول عناديين فوق الخيال،
يعني اصلك هتعمل له ايه يعني؟ ابوه وامه هيعملوا له ايه؟ ما هياخد بعضه ويمشي وبيعملوها. فحتى احيانا بعض الاوقات الام تقول ابوه عايز يطرده من البيت. يا جماعه غلط، انت بتطرده من البيت، انت كده بقى يعني بترميه في حضن الناس دي. بالظبط، غلط، تطرده من البيت غلط، انت كده بترميه في حضنهم. وانا مش هديله فلوس، مش مهم الفلوس، ده هو هيسرق. لا ده هياخد وهيعمل فلوس، لانك انت هتحوله من متعاطي الى مروج، هيبيع وهياخد حصته هو. فغلط، احنا لازم نتعامل مع المشكله صح، مش ان احنا نتعامل معاها بالاسلوب اللي يجيب نتائج سلبيه. طيب دكتور، يعني واضح انه اغلب الناس الاهالي ما عندهمش فكره عن الجديد في المخدرات وعن عالم التعاطي، وعشان كده يمكن يعني بشكل تلقائي ممكن ولادهم يقعوا في المشكله دي وهم ما يبقوش عارفين يتصرفوا او يتعاملوا ازاي. انا كنت لسه بتكلم من كام يوم مع شخص، الشخص ده بيقول لي انه ابنه في فتره المراهقه وهو ما بينزلهوش تقريبا الشارع خالص، ما بيخليهوش يختلط مع الناس الجيران اللي حواليه وكده، لانه المنطقه اللي هو ساكن فيها معظم الناس اللي فيها بتتعاطى وفي سن بدري جدا. فانا بقول له ليه ابنك صغير قوي عنده 13 سنه يعني معقوله؟ قال لي لا واصغر من كده كمان، فده اكد لي الكلام اللي حضرتك قلته في الحلقه اللي قبل كده. المشكله انه انا سالته سؤال، قلت له طب بس هو هيجيب فلوس المخدرات منين؟ لان هم ناس بسيطه جدا جدا. قال لي لا ما هي دي ب 10 جنيه وب 5 جنيه يقدر يجيب مخدرات. فانا استغربت جدا، يعني الفكره اللي عندنا احنا معظمنا انه ما دام انا عارف مصروفه وما دام هو مش هياخد مصروف كبير واكيد المخدرات دي غاليه جدا فهو مش هيجيب مخدرات. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ انا بقول احنا عايشين في عالم موازي افتراضي ملوش اي علاقه بالواقع. لان الواقع فعلا زي حضرتك ما قلتي، لا الواقع مش كده. هو الواحد عشان يدمن محتاج ايه؟ او يقع في دايرة التعاطي محتاج ايه؟ محتاج ان هو ما يكونش عنده وعي، فمش فاهم، فما عندوش فكرة. محتاج حاجة تانية كمان، ان يكون فيه له رفيق سوء يقدمه للموضوع ده، لان هو ما هيعرف يروح لوحده، مش ممكن يروح لوحده، مش هيعرف، فلازم حد يصاحبه عليها ويعرفه عليها. اول ما يعرفه عليها هيشبط. عشان كده بنقول الوعي، ولو في واحد رفيق سوء، ده مش صديق، ده رفيق سوء، الوعي ممكن يحكمه ويمكن يعمل له رادع يخليه ما يسمعش كلام رفيق السوء. لكن لو ما فيش وعي، واحد ما عندوش وعي وتوافرت وجود رفيق السوء، يبقى سهل جدا ان هو يقع. ما تقوليش بقى انا حبسه في البيت، خلي بالك اللي عايز ياخد هياخد. انا دايما اقول لهم ايه، انت ممكن تبقى قاعده قدام ابنك ومفتحه عينك كده وبصله 24 ساعه هو خد وانت مش عارفه، هي لحظه، ولو عايز ياخد هياخد، ولو عايز يجيب هيجيب، وانتم قاعدين حواليه في طرق خياليه وجهنميه بيعملوها للحصول على المخدر وهم قاعده قدامه، مش هتعرف. فلازم يبقى في نوع من انواع القناعه والوعي والمتابعة، ثلاثة دول مع بعض. طيب دكتور، من زمان من واحنا صغيرين، يعني انا افتكر ان انا كنت بتفرج على يعني زمان برامج ليها علاقة بالمخدرات وناس برضو زينا كده تقعد تتكلم عن المخدرات، وكانوا دايما يقولوا ان الشخص المتعاطي ده دايما بيطلع من بيئة مفككة، يعني دايما الأسرة يبقى فيها مشاكل، أسرة ما بتحبش بعض، أسرة فيها خلافات كتير، فهي دي دايما البيئة الخصبة للشخص المدمن اللي بيخرج من البيئة دي. بس واضح ان احنا يعني الكلام اتغير خالص، يعني واضح ان الكلام اتغير خالص. ولو احنا قاعدين في برنامج دلوقتي بنقول كلام قديم زي ده يبقى احنا مش بنفيد الناس، لانه في ناس على فكرة خرجت من بيئة متوازنة جدا وبقت مدمنة. حياتك بقى تقول لنا الكلام ده، لانه لو حد لسه بيفكر كده يبقى هو عمره ما يلحق ابني. بص عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذه هند. في ناس
اللي بيتقال بيئة مفككة، والأب في حتة والأم في حتة والولد في حتة، مش ده اللي كان دايما يتقال زمان عن أسباب الإدمان؟ وفي ناس بتاخد لم عندهاش مشكلة، فيش عندها أي مشكلة خالص. صحيح. فمشكلته إنه ما عندوش مشكلة، فعنده فراغ ومعاه فلوس وما عندوش حاجة يعملها، عايز يتسلى. بالظبط، بيتلموا ويقعدوا يتسلوا مع بعض، كانوا من انواع التسليه، لان ما عندهمش مشكلته انه ما عندوش مشكله. وفي ناس عندها مشاكل وبيعرفوها انك انت لو خدت هتفصل شويه، ده انت هتفصل خالص، ده انت هتفصل تماما، مش هتبقى موجود. في واحده بعد جوزها ما اتعالج فجات لي بعدها باسبوع هي وهو، فبتقول لي يا دكتور نبيل لما روحنا البيت كان محجوز عندي، يوم روحوا بقى بتقول لي فتحت باب الفيلا في قدامهم كده حيطه وتابلو، فبيقول لها الله الالوان بتاع التابلو ده حلوه قوي. بتقول لي يا دكتور نبيل التابلو ده متعلق بقاله خمس سنين، بقاله خمس سنين مش شايف الحياه. ده يديكي مثال انه الشخص مش شايف حاجه، مش موجود، بيبقى سيلف سنتر، مركز على حاجه واحده بس اللي هي المادة، معرفش انام غير وهي موجود منها ستوك جنبي عشان لما اصحى الصبح، لان ده البنزين بتاعه. فالموضوع ده فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان حكاية ان يقولوا لا ده كان زمان العائلة مفككة هي السبب، ده كلام قديم بقى، كلام قديم، ودي احد العوامل. لكن كان زمان يقول لك الوحيد، طبعا، وكان يقول لك الفلوس الزيادة بتبوظهم. لا، الموضوع مش فلوس، عدم الوعي. ما هو لسه بنقول الراجل قال ممكن يجيبها ب 10 جنيه، يعني ما انا قلت حضرتك التاجر بيعمل دلوقتي حاجه للراجل القادر وحاجه للراجل الغير قادر، ومش هيخليه يجيله، ده هو اللي هيبعت له. طيب دكتور بقى، بما ان قلنا انه في حاجه او نوع من انواع المخدرات للشخص القادر ونوع للشخص الغير قادر، فبالتالي هي انواعها كتير جدا واضح. في انواع صناعيه، مخدرات صناعيه، وانواع طبيعيه، ايه اللي اخطر؟ طبعا الاثنين يعني فيهم خطوره شديده، لكن اكيد في انواع اخطر من انواع. عايز اقول لحضرتك بس زي ما يجي حد بيقول لي هو ابني بياخد بس مش كتير، النسبة مش عالية، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها يا بياخد يا ما بياخدش، يا نصنفه بياخد يا نصنفه ما بياخدش، زي يا حامل يا مش حامل، ما ينفعش في النص، ما هي زيها بالظبط كده. فما يجيش يقول بس ما بياخدش كتير يا دكتور نبيل، ده النسبة قليلة، مفيش حاجة اسمها كده. ما هو عارف يا دكتور أهل برضه، يعني أنا قلب الأم، بس لازم يعني اكيد اكيد هي جايه وجواها صراعات بقى داخليه كتير جدا، وانا ربيته ازاي، وانا قصرت في ايه معاه، وانا ايه اللي عملته غلط عشان هو يوصل للمرحله دي. يعني هي اكيد كمان بتعاني اضعافه، ده معاناه، يعني معاناه غير عاديه، والابن او البنت ما تبقاش حاسه لان هي مش في وعيها، لكن معاناه، انا نفسي بتاثر بمعاناه الام والاب، لان هما اكتر اتنين بيبقوا فعلا فعلا بيتدمروا، تبقى حاجه قاسيه جدا جدا جدا، لان شايف ابنه او بنته قدامه مش عارف يعمل حاجه، مش عارف يتصرف ازاي. فالحاجات دي بتهد الاسره من جوه، ولو كان متجوز وعنده اولاد برضو خلي بالك، لما يبقى الطفل، ما خلي بالك الطفل بتاع 10 سنين دلوقتي مش زي العشر سنين من زمان، ده دلوقتي بيستعمل الكمبيوتر احسن مننا. احنا كلنا لما نبقى عايزين نعمل حاجه بننده اولادنا يعملوها لنا. بالظبط. فطفل 10 سنين دلوقتي ما تستهونش بفكره، فكره مش سهل، ويقدر ان هو يشوفك ويسمعك ويحللك، ولو حاجه مش عارفها يخش يعرفها على من الكمبيوتر. فما فيش داعي ان انت تكسر الهيبه بتاعتك قدام ولادك، لانك مش هتعرف تعمل حاجه بعد كده. فدي نقطة في منتهى الأهمية. دايما كنت أسألهم، حد من ولادك شافك وانت بتتعاطى؟ هل خدت قدامهم؟ هل لما بتبقى في حالة غير متزنة
ابنك بيشوفك او بنتك، دي حاجات كلها. دكتور حضرتك بتسأل الأسئلة دي ليه؟ عشان انت يعني تشوف تأثير ده على الولاد بعد كده هيبقى ايه؟ بصي، بس الأسئلة دي لسببين. السبب الأولاني عايز أتأكد ان حمينا العيال دي، لو ما كانش حصل كده يبقى الحمد لله، وابتدي انبهه واحذره من مخاطر ان ولاده يشوفوه، واذا كان حصل يبقى لازم نغير الصوره دي عند الولاد، لان دي برضه نقطه مهمه جدا. هي ايه المخاطر ان الولاد يعرفوا ان ابوهم مدمن، ان هم بعد شويه يمشوا في نفس الطريق، ولا ان هو يفقد احترامه؟ هقولها لك بطريقه ثانيه، هقولها لك بطريقه ثانيه. حضرتك متربيه في بيت شايفه الاب بيجي، اول ما يجي بيقعد يتغدى، بعدين يفتح ازازه الويسكي ويشرب الكاس والسيجاره، ويجي الناس يقعدوا يشربوا مع بعض ويسكي وبتاع وقاعدين. انا هشوف ان ده عادي بقى، ده طبيعي، بقى كانوا ده بيشرب طبيعي. مثلا عصير بقى ده عادي، بقى ده طبيعي. اذا انت ممكن تشرب، صحيح. الله، اصل خلي بالك الاب والام هما المثل الاعلى للابناء في هذا السن، اصلا اول مثل بيتكون قدامنا هو الصوره بتاعت الاب. فهتحس ان ده عادي عادي، واخد بال حضرتك؟ طيب لو جيت انا قلت لك لا ما تشربيش، طب ما انت بتشرب، طب ما انت بتشرب كل يوم انت واصحابك، يبقى يعني ازاي؟ بالنسبه لي بقى كلامك غير مصدق بالمره. يعني لو انت بتقولي ما تشربيش وبتقولي خطوره المخدرات وانت قاعد طول النهار والليل بتشرب قدامي، كلام اصله كلام مش منطقي. يعني فقد الشيء لا يعطيه، كلام مش منطقي. وبعدين العيال دلوقتي مخهم حلو قوي، وعندهم فكر والتكنولوجيا فتحتهم على العالم، فاذا ما تحاولش تضحك عليا. يعني برضو دي نقطة مهمة جدا، احنا بنتعامل بالطريقة اللي احنا تربينا بيها، اللي هي فعلا مش قصدي حاجة، بس هي قديمة قوي بالنسبة لكل التطور اللي احنا عشناه في السنين اللي فاتت. بمعنى ايه يا دكتور؟ انا لما بتعامل مع بنتي اللي عندها 10 سنين، اوقات بيبقى في مثلا مشكله او حاجه احنا بنمر بيها، الاقيها هي علقت او ادتني فكره مش ما جاتش على بالي انا، والفكره صح 100%. يعني مش ممكن، انا ببقى مخضوضه، انا في سنها ما كانش عندي كل التفتح ده، ما كانش عندي كل الافكار المختلفه اللي بره الصندوق دي خالص. ده المعطيات كانت قليله، ما كانش فيه معطيات. صحيح، هو ده، ما كانش فيه معطيات. فانت كنت بتتعاملي زمان، او كلنا كنا بنتعامل زمان، على قدر المعطيات المتوفره لينا في المجتمع، ما كانش فيه. دلوقتي اصبحت المعطيات بلا حدود ولا حاجز لها. انا بقصد ان احنا لازم كلنا نحترم الفرق ده، الفرق في التفكير ده، فرق في السرعات، حقيقي فرق في السرعه يعني كبير جدا، حقيقي رهيب. طبعا يعني والمعلومه معلومة واصلة قبلينا بكتير جدا. انت بتتعامل، انت فاكر ان دي لما انت كنت عندك 10 سنين انت كنت بتفكر بالطريقة الفلانية؟ لا، هي هما ما بيفكروش خالص بطريقتك، هما ليهم طريقة مختلفة تماما، افضل بكتير قوي عن الطريقة اللي احنا كنا بنفكر بيها. عشان كده لازم نستغل الشباب دول ونحافظ عليهم. مهم جدا نحافظ عليهم، لان هم دول المستقبل، هم دول مستقبل مصر، فلازم نحافظ عليهم، ولازم نحميهم من الناس اللي بتوقعهم، ولازم نوعيهم ونعرفهم مخاطر الوقوع في الدائرة دي، لأن الدائرة دي آخرتها إيه؟ يا موت يا سجن، ملهاش حل تاني إلا العلاج. ولازم نقول للي بياخد اتجه إلى العلاج، اتعالج، أنت لسه قدامك الحياة وفرصة، ممكن ترجع تاني تبقى كويس وتعيش في المجتمع وتنخرط في المجتمع وتبقى شخص ناجح. طيب بما ان حضرتك جبت سيرة العلاج، دي نقطة مهمة جدا، ومتهيالي الجانب اللي الناس كتير قوي مستنيين تسمعه او يسمعوه دلوقتي. انا ساعات اسأل نفسي، هو ايه اللي ممكن يخلي حد ناجح ومتحقق ووصل يعني لنجاح كل الناس مثلا بتتكلم عليه او بتحسده عليه، ومع فلوس وكل يعني كل المميزات اللي احنا عايزين نقولها هنقولها، وأسرة وكذا، إنه يدمن
حياتك قلت جاوبت على الجزئية دي، ايه اللي ممكن يخليه يدمن الرغبة في التجديد؟ انه هو معاه فلوس كتير قوي مش عارف يعمل بيها ايه، فعايز يجرب متعة جديدة، انه حد من صحابه عزم عليه مرة فدخل الطريق. احنا قلنا خلاص احنا سردنا كل الطرق، ولكن ايه اللي يخليه بعد لما يحس انه خسر حاجات كتير قوي، نجاحه، فلوسه، أسرته، شهرته لو نقول يعني، ويكمل ويفضل مكمل ما يتعالجش بالرغم أنه ممكن يتعالج؟ على فكرة هو ما بيحسش أنه فقط حاجة. المدمن فاكر أن الناس كلها مش ملاحظة، في حين الناس كلها ملاحظة إلا هو اللي مش ملاحظ. العكس يعني، أنا بتعاطى وفاكر الناس كلها مش واخدة بالها، في حين الناس كلها واخدة بالها إلا أنا اللي مش واخد بالي إن الناس واخدة بالها. فدي نقطة. يعني لهذه الدرجة هو فقد عقله؟ آه طبعًا، فقد الإحساس باللي حواليه تمامًا، عايش في الدايرة بتاعته اللي هو عايز يعيش فيها. ما هو ده اللي المخدر بيعمله، إن أنت بهيئ لك البيئة اللي أنت الافتراضية اللي انت تتمناها التي لا تتماشى مع الواقع اطلاقا، وبالتالي انت بتبقى جوه الفقاعة الافتراضية ديت، ما انتش حاسس باللي حواليك. بس انا بقصد حاجة مختلفة شوية، هو انا ايه اللي يخليني افضل عايش في البيئة؟ يعني انا ممكن اجرب، تمام، يعني ممكن اعذر الشخص ان هو جرب، لكن ايه اللي هيخليني استمر بالرغم ان انا بخسر؟ ولا هو مش شايف ان هو بيخسر؟ لا عجبته، هو مش شايف، هو عجبته طبعا، هو عاجبه يعني الوضع. ما هي بصي، هي في الاول متعه وفي الاخر دمار، ما بين المتعه والدمار فتره رماديه هو مش حاسسها. اه، فقد بقى الزمن تماما والاحساس وكله. هقولها لك بطريقه اخرى، اللي بيبطل بيحس ان الساعه ما بتمشيش، الساعه واقفه، في حين اللي بياخد الساعة 5 الظهر هوب بين 2 الصبح حسش كل ده وقت طار. التصرفات اللي بيعملوها غير محسوبة. على فكرة ده لا ينطبق على كل المتعاطين، عشان هتلاقي ناس سامعيني يقول لي لا طب ما انا باخد وبرزل شغلي وبروح وبشتغل، واذا كنت انا مهندس بنزل الفيل، اذا كنت انا دكتور بروح عيادتي، اذا كنت انا فنان بروح امثل، واتيفر يعني، بغض النظر عن المهنه، هيقول لك طب ما انا لا الكلام ده مش حقيقي، أي مهنة. الكلام ده مش حقيقي، مش صح ان اللي هو بيقوله ده. لا، هو اللي حاصل انك انت مش هتعرف تنزل غير لما تكون واخد. طب ما تاخدش وانزل روح شغلك، مش هيعرف، مش هتعرف. ما تاخدش قبل ما تقوم من على السرير، مش هتعرف. طيب انا عايز اسال حياتك سؤال تاني، هو دلوقتي من واقع مهنتك، واكيد حياتك عندك خبره اكتر مننا كلنا في الموضوع ده، لما بتشوف افلام ودراما وسينما ومسلسلات معموله بتناقش موضوع الادمان بزعل. انا عايز اسالك، بتزعل ولا بتفرح؟ بزعل. إذا احنا بنتكلم على الوعي وتغيير الوعي، بزعل. بتشوف ان الحاجات دي مش هتغير وعي المشاهد؟ بزعل. تزعل ليه بقى؟ اقول لك ليه. بيرضوها بطريقة غلط، بيرضوها بطريقة غلط، وبيجيب نتائج سلبية وليست إيجابية. بمعنى اما يجيب لي واحد بيتعاطى مخدرات وعمال يهرش في جسمه وياكل اللحاف ويخبط في الحيطه وعمال يتنطط في الاوضه، وده دي صوره المدمن. انا بتعاطى، انا مدمن، وبتفرج على التلفزيون وبشوف الحاجات اللي هما بيقولوها دي مش موجوده عندي، اذا انا لست مدمنا. وانا عايز اصدق ان انا مش مدمن، وانا عارف ان انا مدمن، بس انا عايز حاجه تساعدني وارتركن عليها ان تقول ان انا مش مدمن. فلما الاقي المدمن بيعمل كده في البرنامج، في التلفزيون، الفيلم يعني، او اي حاجه من دول، انا لا اراديا اقول طب الحمد لله انا ما وصلتش للمرحله دي. ده غلط.